Hello gamers, welcome to the Battle of the Gamers presented by BMW. كنا عم نتابع مع بعض الروكت ليج بالأسابيع الماضية. المنافسة عم تحتد مشاهدينا الكرام، كل شوي عم نقرب وكل يوم عم نقرب للفاينلز. وهالمرة كان الأسبوع الماضي في كتير بلايرز من الطراز الرفيع مشاركين معنا، في ناس كانت عم تحطم أرقام قياسية وفي ناس كانت عم بتشق طريقة all the way to the finals في أداء كتير خرافي. خلينا نشوف أفضل أشياء مرقت معنا بالأسبوع الماضي، وحنبلش ب 17 هدف الرقم القياسي لحد هلأ بالبطولة من حسام. خلينا نشوفها سوا. أعلى جيم باللعبة هون حسام حيجيب رقم قياسي شكله على أعلى أهداف بالبطولة، أكبر أهداف، عدد أهداف بالبطولة ممكن. هيك شكله ممكن يجيب أعلى أهداف بالبطولة ويأخذ MVP لهذا الأسبوع حسام. أرساف كان من المواهب المكتشفة بهيدي البطولة، أداء مبدع وعنده special way كان عم بتخليه يكفي all the way to the finals. خلينا نشوف سوا أرساف قاعد يقدم ما حد توقعه أبدا. توقعت حتكون منافسة قوية يعني، بس ما توقعت أرساف يتقدم بهدفين من بداية المباراة بهالطريقة. خلنا نشوف حسام هل بيكون عنده رد ولا لا. إلى الآن حسام متوتر نوعا ما، تدخلاته غير موفقة. حسام غريبة منه متوتر صراحة بعد ما فاز بالمباراة، هدف قبل شوي قبل ما يشوتها، لكن حاول يقراه لكن ما توفق موها. وأقدر أقول الآن بكل ثقة صراحة أرساف الأفضل في هالمواجهة. 30 ثانية متبقية، أرساف يضمن تقدمه 6 أهداف مقابل هدف الآن. أو خالد مشاهدينا الكرام، اسم كتير كبير كان موجود بكل الليدربورز تبعور الروكت ليك طبعا وبكل المحافل العالمية، واحد من أفضل اللاعبين بالعالم كان له بصمة بالباتل أوف ذا جيمرز. خلينا نشوف سوا الأداء الخرافي من أو خالد بقلب الكواليفيكيشن. لكن عن كسرة الرقم القياسي ما أتوقع صراحة. خالد مو 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 متنمر، خالد مو متنمر. يا مجنون يا خالد، اير دريبل ينزل على الكورة بطرف السيارة. خالد الآن يا شاطر، يا 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 يا، هذه الشوتة جدا جميلة صراحة، فليب وجاب الريست وبعدين ويف داش على الكورة. يا مجنون يا خالد، والله مو طبيعي يا جماعة الخير. لعب يعني من العيار الثقيل، إذا ما كان هو أصل العيار الثقيل، هو اللاعب الأقوى. مشاهدينا الكرام، المعركة مستمرة بالباتل أوف ذا جيمرز بريزنتد باي بي أم دبليو، والأداء حيكون كتير كبير بالفاينلز. اللاعبين ناطرين بس تشجيعكم على اللايف ستريم. Stay tuned to the live stream وباي باي.